في ناس سألوني عن هالاند ومان يونايتد، هالاند وبرشلونة. انت بتتكلم عن نادي عنده مشكلة عملاقة بسقف الرواتب، عملاقة، وبدك تجيب هالاند، حيعمل لك المشكلة اكبر بكثير. هالاند لاعب رائع، ماكينة، بس في مشكلة تانية غير الرواتب. عشان هيك انا عندي تخوف من فكرة هالاند. راتب هالاند حيكون بالعلالي. المشكلة الثانية اللي عندي فيها مشكلة مع هالاند، انه هالاند اللي بيعرف دورتموند كيف لبسوكم ديمبلي يا جمهور برشلونة. دورتموند بيخلق منظومة قائمة كلها تخدم لاعب 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 واحد. برشلونة كم لاعب عنده بيدخل الكرة منطقة الجزاء حقيقة؟ ولا واحد تقريبا. فانت حتجيب هالاند مهاجم، بس تخيل لو انت كان عندك مهاجم هداف بس مفيش حدا يوصل له الكرة، مفيش حدا يدخل له الكرة منطقة الجزاء. فانا اعتقد برشلونة لازم يدور اكثر على مصادر الصناعة في البداية قبل مصادر التهديف. هذا ببساطة، لانه الهدف بيجي بتدبر من هون ومن هون، وكثير اندية يعني بتدبرها. فانا بخاف من الشراء من دورتموند بصراحه، دائما بخاف من الشراء من دورتموند. وتجارب اسالوا اللي اشترى نوري شاهين، واللي اشترى كاغاوا، واللي اشترى كثير لعيبه، وحتى غوندوغان لولا سنين تصبروا عليه ترجع غوندوغان. فاللي بيشتري لعيبه من دورتموند بده يكون حاط ايده على قلبه 100%.